طب انا عايزه اسال حضرتك سؤال. انت قلتي حاجه مهمه قوي في الاول، ان هي اخلاق او هي سوري البيت نفسه. فهل في وجهه نظرك انه تعامل الشيك او الطبيعي المفروض يعني المهذب مع المراه ده اتيكيت ولا اخلاقيات، وازاي نقدر نعمم ده على المجتمع؟ التعامل مع المرأة هي طبعا أكيد سلوكيات إحنا بنربيها بنتربى عليها بنغرزها جوه أولادنا، وده طريق طبعا عن طريق زي ما حضرتكم تفضلتوا إن أنتوا بتعملوا فقر عن السلوكيات. كمان القوة الناعمة عليها دور كبير قوي، إنها دايما تلقي الضوء على السلوكيات والمبادئ والأعراف وقيمنا إحنا اللي إحنا تربينا عليها. ده شيء مهم جدا، القوة الناعمة، التمثيليات والأفلام، ده شيء. تاني حاجة أنا شايفة إن السلوكيات بشكل عام، مش بس التعامل مع المرأة ولكن بشكل عام إن إحنا نعممه في مجتمعنا، نفسي قوي إنه يكون في مناهج تدرس في المدارس. إحنا ناخد الأولاد من هم صغيرين ونبدأ إن إحنا نحط لهم المناهج اللي يقدروا يستوعبوها، ومن ثم نكبر بالمناهج حسب الفئة العمرية. عظيم. ده خليني أعرف أتعامل مع أختي وإحنا لسه أطفال، بعد شوية أعرف أتعامل مع زوجتي، بعد شوية أعرف أتعامل مع زمايلي، أعرف أتعامل مع زمايلي في الشغل. فده برضو يقودنا ان احنا نتكلم ازاي اتعامل مع زميلتي في الشغل. في الشغل احنا دايما بنقول ان ما فيش فرق ما بين الرجل والمرأة، ولكن بطبيعة الحال المرأة بتحب التعامل بشكل لائق ومهذب. في بعض المدارس بتقول انك انت مش هتقوم تقف لها او تفتح لها الباب، ولكن في مدارس تانية بتقول لك ان الست ست في كل الاحوال، هي عايزه تحس بالامتنان او عايزه تحس بكونها كائن رقيق او انك تحترمها تبجلها. فطبعا هو ان احنا نتعامل معاها بمنتهى الادب، صوتك ما يعلاش، الحفاظ على المساحه الشخصيه بيني وبين زميلتي. ما ينفعش ان انا اتلفظ بالفاظ خارجه او اقول الفاظ تخدش حق المراه. يعني طبعا في حاجات تصرفات كتيره قوي مهم ان احنا نهتم بيها. انا شايفه كمان التصرفات دي مهمه جدا زي ما حضرتك قلتي، لكن حابه اعرف منك ازاي الامهات تقدر تخلي أولادها الولاد الصغيرين يتعلموا إزاي يتعاملوا مع البنات صح. يعني إيه التعليم الصح للولاد دول في سن صغير؟ بصي، انا وانا بربي بنتي ما بحبش ابدا ان انا اربيها على ان هي تتكلم مع اخوها بشكل غير لائق، وفي نفس الوقت برضو ما بخليش اخوها يكلمها بطريقه فجه او ان هو يطلب منها حاجات لان هي البنت فانت تقدري تعملي له كل حاجه لان اخوك الكبير. لا، انا دايما بربي ابني على انه يحتوي اخته ويكون مصدر الامان لاخته ويعمل لها كل اللي هي عايزاه ويكون موفر لها ان هو سند ليها في الدنيا يعني. فهي طريقه التوجيه والتربيه، كمان هو بيشوف أبوه هو بيتعامل معايا. خلي بالكوا إن البيت هو أساس كل حاجة، التربية، التوجيهات، القوة الناعمة زي ما قلنا، المدارس. إحنا لازم نتكاتف بشكل كامل إن إحنا نحاول نطلع جيل نافع للمجتمع. هي ما فيش حد بيقدف لوحده، الأم ما بتقدفش لوحدها، ومش المدرسة كمان، المجتمع عليه دور كبير قوي إنه يبدأ يلفظ أي تصرف خارج. أنت النهاردة تقدر تعمل هايلايت على أي تصرف في أي مكان عن طريق السوشيال ميديا، أنت ممكن تبلغ، ممكن تعمل أي تصرف، وبيوصل بمنتهى السهولة، وبنلاقي ردود أفعال جادة في أي تصرف مش مظبوط. فكل الموضوع إن احنا منظومة كاملة متكاملة، لازم كلنا نشتغل على حاجة زي كده. طيب إزاي أتعامل مع سيدة أنا ما أعرفهاش في الشارع، تقابلنا في مواصلة عامة، شفت سيدة كبيرة محتاجة مساعدة، إيه الإتيكيت اللي المفروض إن الراجل يعمله في حالة زي دي؟ انت عارف انا نفسي في حاجة وشفتها برة كتير ونفسي قوي انها تطبق. دايما انا علشان اتبع سلوك معين اكيد بيبقى فيه توجيهات، كمان فيه ارشادات. يعني مثلا خلينا نقول ان في المواصلات العامه، هو في ايه المشكله ان احنا نكتب مثلا الاولويه للسيدات وكبار السن والاطفال مثلا. ان دايما يكون في ارشادات للمواطن ان هو بيقول له ان في حق المواطن. بس اعتقد ان دي اخلاقيات، يعني دي حاجه انسانيه المفروض ان احنا كلنا متربيين عليها. ان انا اشوف واحده ست كبيره او اي بنت واقفه في مواصله، بالتاكيد لازم اقوم عشان هي تقعد. وبعدين عايزه اقول لك حاجه، هو مش ضعف منك، بالعكس دي شهامه ومروءه منك، انت كرجل مسؤول وقوي، انت هي اضعف منك. زي ما احنا بنقوم لكبار السن، لو احنا بنقوم لكبار السن، فانت دايما بتشوف الشخص اللي اضعف منك بدنيا يعني، وانك بتحترمه. مش انه انا مش عايزه الراجل ان يشوف ايه ده بقى احنا هنقوم لها، ولا بالعكس دي قوه منك يعني.
طبعا واجب عليك كمان مروءة. صح، لو شايفه شايله حاجه واجب عليك انك تساعدها، لو أكيد. ماشيين في شارع واجب عليك تحط ايدك ورا ظهرك وانت معدي، دي حاجات. ولو ست كبيره طبعا اكيد، ولو طفله صغيره لازم طبعا، اكيد لازم طبعا لازم السلوكيات دي تبقى موجوده، وبرده التوجيهات والارشادات اللي موجوده في كل مكان. في كمان مواصلات احنا شفناها قبل كده بره، انه دايما بتلاقي المنطقه الاولى لكبار السن واللي هي في النص بتبقى لزوايا الهمم، واللي ورا للشباب. دي حتى التقسيمه نفسها ان كل واحد عارف مكانه دي.